السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتشوف فيه الفيديو. معكم شريف من قناتكم الفهد تيتوريال. لو أنت أول مرة تشوفنا على اليوتيوب، أهلا وسهلا بيك معنا في أسرة الفهد تيتوريال. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حلقة النهاردة إن شاء الله هنتعلم فيها إزاي نظبط ليفلات الفوكال بتاعك. يعني لما يجي لي تراك فوكال، أحيانا بيكون التراك اللي معايا داينامكس شوية، بيكون في أجزاء عالية وأجزاء واطية، كريشندو، ديمينويندو، دابل فورتي، دابل بيانو، كل ده طبعا راجع لأداء التراك. إزاي إن أنا أقدر أتحكم في ليفل الصوت اللي داخل التراك ده بدون ما أمدي إيدي عليه، بدون ما ضيع وقت؟ تعالوا نشوف هنقدر نعمل ده إزاي. تعالوا نسمع. أنا معايا مقطع صوتي ما تيسر من سورة الرحمن، تلاوة صديقي خالد من السعودية. تعالوا نسمع جزء من التراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ خالد. زي ما احنا شايفين قدامنا شكل الويف عامل ازاي. بص، في الدخول في بيكس هنا، بعدين الموضوع بينزل شوية، بيرجع يزيد تاني، بيقل، بيزيد. ده المقصود بفكرة ان يكون عندي التراك مش مستوي. ازاي ان انا اقدر اتحكم في ليفل الصوت ده بكل سهولة؟ هنستخدم في حلقة النهاردة فوكال رايدر من شركة ويفز. ده بلاك فوكال رايدر. البلاك شكله سهل، فوش حاجة. تعالوا نمسك البلاج نشرحه ونشوف هو بيتكلم عن ايه. لو جينا بصينا من فوق هنلاقي اول حاجة التارجت. التارجت اللي هو انا ببحث ان الصوت بتاعي يكون في ليفل ايه. فالضبط اللي موجود عندنا في البلاج -21. طبعا اقدر اعليها، اقدر اوطيها، سواء ان انا اسحبها او عن طريق البكرة بتاعت الماوس. تاني جزء عندنا السنسيتيفيتي، موجود في فوكال، موجود في ميوزك. احنا النهاردة هنتكلم عن الفوكال، لان الميوزك ده بيستخدم في حالة ما اذا كنت هعمل سايد شين، بحيث ان انا اركب تراك الفوكال على المزيكا. موجود عندنا سلو وفاست، ده الاتاك بتاعي. كل ما كان الاتاك سلو كل ما كان طبيعي اكتر، كل ما كان فاست كل ما كان درجة الاستجابة للحساسية بتاعتي وتارجت بتاعي كل ما كانت اعلى. على الشمال هنلاقي الرينج، الفيدر هيبتدي يلعب فيه، يطلع وينزل فيه. الزبطة الأصلية 6 إلى -6، ده السلايد الرئيسي في البلاك، ده اللي هيبتدي يعلى ويوطى ويعمل لي الأوتوميشن. في حلقة النهاردة بتتكلم إزاي أعمل أوتوميشن لتراك فوكال أوتوماتيك بدون ما أضيع وقتي وبدون ما أتعب. مجرد ضغطة زر على البلاك هو هيقوم لي بكل حاجة. السلايد الثالث اللي عندي هو الاوتبوت، موجود عندي من -12 لغاية +12. بعد الشغل بتاعي لو انا لقيت الموضوع عالي شوية اقدر انزل الاوتبوت او اقدر اطلع. الجزء اللي تحت اوتوميشن، اوف ورايت وريد. تعالوا نشوف البلاك بتاعنا وتعالوا نشوف ازاي نقدر نستخدمه في تراك زي اللي معانا ده. هخلي البلاك على اليمين، خلي هنا التارجت بتاعي -20. اوكي، خلي الرينج بتاعي انزله شويه لـ4 ويخليه -4 من تحت. تعال نشوف السلايد هيعمل ايه. ده السلايد الرئيسي في البلاك، او هو ده اللي هيبتدي يعمل لي الاوتوميشن في البلاك بتاعي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين حركه السلايد ده كل ما بيكون مستوى الصوت اقل من المساحة اللي انا محددها له بيبتدي ان هو يعليه، واذا كان المساحة اكبر او الليفل بتاعها اعلى بيبتدي يوطيها لي. تعالوا نبتدي من هنا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان.
الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، انا علّيت التارجت بتاعي. السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن. بصدق الله العظيم، عايز أقول إن البلاك ده المفروض إن هو بيتحط أول حاجة في الإنسرت قبل الكمبريسور وقبل الإكيو وقبل أي حاجة، فهو بيبقى أول بلاك بيتحط في الفوكال تشين بتاعي. إحنا كده سمعنا التراك قبل وبعد، تعالوا نشغل التراك ونشغله بكل البلاك اللي أنا عملوا فيه ونشوف الفرق هيكون عامل ازاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. صدق الله العظيم، في عندنا بريسيتس جاهزة نقدر نستخدمها. في ناس كتيرة من اللي بيستخدموا البلاك ده بيستخدموا سموث رايد. تعالوا نشوف السموث رايد هيدينا ايه في البلاك ده. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. لو خدنا بالنا لما انا حولت الاتاك بتاعي من سلو الفاست، ابتدى الليفل او المؤشر بتاعي او السلايد بتاعي يشتغل بشكل اسرع شوي. تعالوا نقول مثلا ان انا عايز اطبع الاوتوميشن بتاعي دوت على التريك. ازاي هطبع الاوتوميشن على التريك؟ هاجي على التريك وعلى السهم الصغير اللي هنا ده وهدوس على رايت، يعني هقول له اكتب لي الاوتوميشن بتاعي، وهاجي هنا في البلاج وبرضه اقول له رايت. وتعالوا نبتدي نعمل الاوتوميشن. لو حد عايز يعرف ازاي انا في الجزء ده في الاوتوميشن بطلع شكل الويف، بسيطه جدا، هندوس على F6 هيطلع لي الاوتوميشن بانل السيتنج دي، الخانه اللي بتخلي يظهر لي الويف في الاوتوميشن. شو داتا اون تراك، لو شلتها هيبقى تراك فاضي من فوقوش الويف، بس انا بحب اشتغل بالطريقه دي. حاجه تانية، انا مزود نسبه السنسيفيتي بتاع الاوتوميشن عشان يديني نقط كتيره في الاوتوميشن، فعامل الريدكشن ليفل 5%. اعتقد الاساسي بتاعه كان 45 40 50 في الحدود دي، لكن انا مقلله 5% عشان يزود لي نقط الاوتوميشن بتاعي بحيث ان الموضوع يطلع محكوم شويه. تعالوا نعمل رايت اوتوميشن، نكتب الاوتوميشن بتاعنا على التراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. صدق الله العظيم، زي ما احنا شايفين الاوتوميشن عندي او النقط اللي هو كاتبها لي كتيرة جدا، وده راجع للخمسة في المية اللي انا قلت لكم عليها من شوية. يعني تعالوا بصوا كده على قد ايه هو مديني نقط. وبعدين لو جينا غيرنا هنا في السموز رايت، بدل ما نخليها سموز رايت ممكن نخليها لاود فوكال مثلا. تعالوا نقول له اعمل لنا الاوتوميشن ده من الاول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان،
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العظيم. لو خدنا بالنا أنا غيرت شوية في التارجت وغيرت شوية في الليفل وغيرت شوية في السنتيفيتي، لو جينا بصينا هنا هنلاقي التارجت ابتدى يتغير فيه زي ما هو دحين. أنا نزل والسنستيفيتي ابتديت أنا عليت فيها شوية زي ما عملت في البلاك قدامكم، وهنا ده الأوتوميشن اللي عمله على التراك. بكده نكون وصلنا لإزاي إن إحنا نقدر نعمل أوتوماتيك أوتوميشن لتراك الفوكال بتاعنا قبل أي تراك صوتي عندنا بكل سهولة بدون ما نضيع وقت، غير الطريقة القديمة إن إحنا نمسك التراك بتاعنا الأوديو ونشوف الجزء العالي ونبتدي نمسك القلم ونوطي. الموضوع أسرع بكتير من الطريقة اللي إحنا كنا متعودين عليها. وزي ما شرحت لكم في الفيديو إحنا كمان نقدر نكتب الأوتوميشن ده على التراك ونطبعه عليه. لو عجبتك الحلقة متبخلش عليا بلايك وشير الفيديو مع أكبر عدد من صحابك عشان الفايدة تعم علينا جميعا. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.